استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ معالي الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وفي بداية اللقاء أشاد سعادة وزير النفط والبيئة بمتانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين، مشيرا سعادته إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تقدمها والمضي بها إلى مستقبل أفضل في شتى المجالات وتحديدا في الأمور المتعلقة بالطاقة. من جانبه أشاد معالي الدكتور صالح الخرابشة بما وصلت إليه المملكة من تطور ونماء في مختلف مشاريع الطاقة، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة. وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتخصصة في مجال الطاقة وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة.